إنها منطقة سقارة تكشف عن سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ست مقابر لكبار رجال الدولة والوزراء من عصر الدولة الحديثة في مقدمتهم الملك حور محب. المقابر تم الانتهاء من ترميمها وافتتاحها للجمهور. هذه المقبرة الحقيقة بتعتبر من أهم مقابر المنطقة، وتمتاز مقابر الأسرة الـ18 والـ19 في جبان السقارة بتقدمة أو ردها في البداية، وصرح وقاعة ثم قاعة أعمدة وحجرة للتمثال وحجرات للمخازن وحجرة الدفن. هذه المقبرة فيها أهم حجرة دفن في الدنيا، بتنزل فيها أكثر من 30 متر تحت الأرض. عثر داخل هذه حجرة الدفن على بقايا مومياء موت نجمت، وكانت زوجة القائد الحرب حور محب. افتتاح هذه المقابر جاء بعد عمليات ترميم استمرت قرابة 10 سنوات، وشملت إعادة تركيب بعض القطع الأثرية بمكانها في تلك المقابر، كما تم تغطية أسقفها لحماية جدرانها ونقوشها من التلف. أيضا في هذه الجبانة في مقبرة مايا، ومايا كان وزير خزانة الملك توت عنخ آمون، مقبرة مرينيت، وكان أيضا خادم الإله أتون في عصر الملك إخناتون، وعندنا مقبرة بتاح إم ويا، وكان أحد كبار القوم في الأسرة 18، وعندنا أيضا مقبرة تيا وتيا، وتيا ده كان موظف كبير جدا في عهد الملك رمسيس الثاني، وتزوج ابنة الملك رمسيس الثاني. وبعدين عندنا مقبرة بعي، وهذه المقبرة خاصة بالمشرف على الحريم للملك توت عنخ آمون. ويعد افتتاح هذه المقابر فرصة جيدة للترويج للسياحة المصرية التي عانت كثيرا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. أهمية افتتاح في الوقت الحالي شيء مهم جدا، لأن عشان السياحة والعالم كله يعرف أن احنا بنرمم أثرنا وبنفتح مناطق كثيرة، ونقول للعالم يرجعوا تاني عشان يزوروا أثار مصر. في الوقت نفسه تم تركيب أبواب خشبية ومعدنية لحماية تلك المقابر، وتحديد خط سير لزياراتها من خلال اللوحات الإرشادية المقامة عند مداخلها، كما تم عمل مشايات حجرية للوصول لتلك المقابر وتسهيل الزيارة أمام الجمهور.